في حلقتنا لهذا الأسبوع من وجهات سنتعرف على طبيب قلب أردني حصل على أوسمة من رؤساء النمسا، ومن ألمانيا رجل أعمال أردني عزز ثقته لدى الألمان والعرب بنشاطاته المختلفة، ومن دبي سنتعرف على تصميم التوربان بأنامل فنانة تشكيلية. اسمي الدكتور إسماعيل حسين النوايسي، أنا من المجار الجنوبي ومن أوائل الأردنيين الذين قدموا إلى فيينا لدراسة الطب. درست الطب في جامعة فيينا وتخرجت بدرجة الدكتوراه في الطب العام. تخصصت في المستشفيات النمساوية والألمانية وأصبحت طبيب أخصائي في الأمراض الباطنية. مارست المهنة في مدينة فيينا وتقلدت مناصب مسؤولة. بالنسبة إلي شخصيا، لقد مرت حياتي عندما أعود بذاكرتي إلى الوراء في عدة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الطفولة والحداثة، قضيتها في المزار الجنوبي. درست الابتدائية والإعدادية في المزار الجنوبي، وكانت المدرسة تؤهل فقط لمرحلة الإعدادية، وبعد الإعدادية كنا ننتقل إلى مدرسة الكرك حيث كنا ندرس الصفوف الثانوية ونقدم بعد ذلك فحص اسمه فحص المتريك، ومن يحوز بهذا الفحص تخوله شهادته أن يدرس بالجامعة. في زمني لم يكن في الأردن جامعات، كان الطلاب الأردنيين يذهبون إلى البلدان العربية المجاورة، إلى سوريا والعراق ومصر. أنا بعد أن فزت بالمتريك ذهبت إلى سوريا. كانت سوريا تقبل عدد قليل من الأطباء الأردنيين بالطب، والباقيين يوزعوا على الكليات، فكان من حظي أني حصلت على قسم الأدب الإنجليزي، ولكن كانت طموحي أكثر من أدب إنجليزي. علمت في سوريا أن بإمكاني أن أدرس الطب في بلدان مثل ألمانيا والنمسا. لقد وصلت إلى النمسا في 28/9/1961 بعد أن فزت باللغة الألمانية، بفحص اللغة الألمانية. سجلت في الجامعة وكنت أحضر المحاضرات. حصلت على بعثة من النمسا لمدة 3 سنوات وأكملت دراستي على حساب النمسا. بعد أن تخرجت بدرجة الدكتوراه في الطب العام، اختصيت في الأمراض الباطنية في ألمانيا، وكنت لمدة 3 سنوات طبيب عناية مشددة. في هذا الوقت تعلمت في ألمانيا الشيء الكثير. بعد ذلك عدت إلى النمسا، وكان من السهل جدا أن أحصل على عمل. حصلت على عدة أوسمة، كما أعتقد هي 4 أوسمة. الوسام الأول هو استشاري في الطب الباطني من رئيس جمهورية النمسا توماس كليستيل رحمه الله، لقد توفى في سنة 1995. حصلت على الوسام، ثم حصلت على وسام الاستحقاق الطبي الأعلى سنة 2013، ثم حصلت على وسام الشرف المهني من نقابة الأطباء بعد أن هيت عملي الوظيفي. قدمت طائرة محملة بالأجهزة الطبية إلى الأردن وكانت عن طريقي ومقاعد للعجزة، وكذلك قدمت عملت عقود للأردن بحيث يبعثوا النمسا مرضى العلاج في الأمراض الجلدية والصدفية والحساسية والمفاصل في البحر الميت. كذلك قمت بتأسيس لجنة لمساعدة أطفال العرب مثل العراق وفلسطين، وأسست لجنة مع زملائي لي نادي الثقافة العربي، وكان المشرفين معي عليه كلهم من جميع البلدان العربية، من سوريا، من فلسطين، من العراق، من مصر، من السودان. وكنت ألقي محاضرات في الطب الباطني والأمراض وكذلك في الأدب. وكان هذا النادي لقاء بين العرب والنمساويين والتعريف على التراث العربي. كذلك كنت أثناء عملي أساعد الفقراء. لم أخذ بذكر بحياتي من فقير شيء، كنت أعالجهم بدون مقابل. لم يكن هذا مقصوم مقتصرا على العرب،
بس على جميع الجنسيات وجميع الأديان. العضلات هي اللي بتحكم بتحمل الهيكل العظمي، ولذلك أنت بتحافظ على هيكلك العظمي، وثانيا أنت بتنشط الدورة الدموية وبتنشط قلبك وبتحمي نفسك من أخطار يعني أنت مش بحاجة إلها. لقد ألفت كتاب، وهو استمر تأليفي لهذا الكتاب 5 سنوات. الكتاب اسمه اعتصام وزند، والاعتصام من قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والزند بوضع السكون على النون والدال يعني مقداح الشرر. ورأيت به أن الأمة لا يقوم لها قائمة بدون يعني قيم روحية وكذلك العقل. المقداح الشرر جعلته كنية للعقل. طبيب مختص في الأمراض الباطنية في المستوصف كان يمر عندي 9000 مريض بالسنة، وكان تابع لهذا المستوصف 16 طبيب وأنا الرئيس تبعه، وكان اللي يعرفون بأنني أردني عربي، وكانت علاقتي معهم علاقة إنسانية مهنية وثيقة بتصرف وسلوك جيد، وكنت محبوب. هذا فقط كان هذا العطاء اللي قدمته لبلدي، إني عملت صداقة بين النمسا والأردن. فكل أعتقد أنه هذا من أهم العطاءات اللي عملت فيها خدمت فيها بلدي الأردن. ولكن بالطبع الأردن مغروس في عمق أعماق، يعني أنا لا يعني أنا صحيح أنا بالنمسا، ولكن لا إنسان يتخلص من الأردن، فأنا جذوري مغروسة بالأردن. يعني وأريد أن أقول للشباب الأردنيين والشابات الأردنيات: النجاح دائما ممكن إذا توفرت 3 شروط. الشرط الأول أن يكون لديك إرادة، والشرط الثاني أن يكون لديك هدف، والشرط الثالث أن تعمل بصدق وإيمان وإخلاص باتجاه الهدف، وأن يكون لديك قدرة على الصبر والاستمرار. فهناك من يصل بسرعة وهناك من يصل ببطء، ولكن من سار على الطريق وصل. أنت إذا أعطيت لوطنك أنت أفضل ما تأخذ. وثانيا أنت لا تبحث عن شكر من وطنك، لأنه لا شكر على واجب. اللي بتقدمه لعملك إلا لوطنك هو واجب، وليس ما بتحاجة للشكر عليه. وهذا الشيء اللي هي القاعدة القناعة اللي عندي، أنه يجب أن تعطي ولا تأخذ، ويجب أن لا تبحث عن شكر. أنا الدكتور المهندس عدنان الربيع من الأردن من النعيمة. قدمت لألمانيا في عام 1991 من أجل الدراسة، عادلوا لي جزء من الدراسة في الأردن وكملت دراسة الماجستير وبعدها الدكتوراه. عملت في أحد الشركات الألمانية في مجال الكنترولينج سيستم، وعرضوا عليهم مبعد. أصلاً أنا كان هدفي يعني ما عنديش هدف علمي بعيد، فبعد الماجستير عرضوا علي أشتغل معهم باختبارات التحكم عندهم وأعمل رسالتي تحت إشرافهم، والحمد لله عملت رسالة الدكتوراه وخلصت من عندهم، وبقيت أعمل عندهم 2 سنة بعد التخرج في مركز الأبحاث في هذه الشركة الألمانية. بعديها صار عندي توجه عمل خاص، فتحت شركة من سنة 2001، وكان أول شيء هدف الشركة هو اللي هو العلاقات، ما يخص شغلي هي العلاقات مع الدول العربية، بيع الأجهزة والصيانة والوكالات التجارية ما يخص بالأجهزة الطبية. وفتحنا باب جديد اللي هو الانكومينج بيشنت، على أساس أنه نستقطب مرضى من الوطن العربي لألمانيا ونبعث أطباء زائرين للوطن العربي كأطباء ألمان. حاولنا نكون جمعية أردنية ألمانية بهذاك الوقت، وكطالب صغير بعدني هم ما شاء الله رجال كبار اللي صاروا 20 و30 سنة في ألمانيا، عينت أمين
سر الجالية الأردنية في هذاك الوقت. رأست الجالية الأردنية في السنوات السابقة في منطقة فرانكفورت. كوننا بالفترة الأخيرة كمان تعاون أردني أوروبي اللي هو المجلس الأردني الأوروبي على مستوى أوروبا كلها. جمعنا أكثر من 20 دولة أوروبية وأعضاء الجاليات وأعضاء النوادي والمنتديات الأردنية الموجودة في هذا البلاد. اجتمعنا لغاية الآن 4 مرات. عينت كأمين عام للمجلس الأردني الأوروبي الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله رب العالمين على أساس أنه هدفنا هو فائدة الأردني في الغربة وفائدة الأردن من هذا المغترب. 8 أشهر على انعقاد اللقاء التأسيسي للمجلس في مارس الماضي في فيينا بحضور ممثلين عن الجالية الأردنية في الاتحاد الأوروبي من رؤساء ونواب، بالإضافة إلى أنا هنا بعمل دليل السياحة والتسوق للضيوف من 15 سنة للبلد، وهذه بتكون مفتتحة من وزير الداخلية ومن رئيس عمدة البلد، وبيشكر في خدماتنا المقدمها. الحمد لله رب العالمين بضيوفنا اللي مندخلهم مندخل لألمانيا ما يعادل 4 إلى 5 مليون يورو سنويا كدخل إضافي للبلد، فإحنا عطائين لهذا البلد وليس آخذين. فإن نظرة معينة لما يقال إنه هذه الشركة أو هذه الشركة أدعى بالأردني. رجعت للعمل الاجتماعي، أنا رئيس الجمعية الإسلامية في فيسبادن الحمد لله رب العالمين. عندنا جمعية إسلامية للرجال والنساء أعضاءها بيزيدوا على 500 إلى 700 شخص. عندنا مدرسة إسلامية فيها 350 طالب أو عربية بالأحرى، نقدم فيها اللغة العربية لأولادنا والتربية الإسلامية. اعتمدنا منهج الحمد لله رب العالمين منهج أردني من تأليف أخونا الدكتور محمد السالمي، ومندرس أولادنا سواء هم أردنيين أو عرب، كان ما نضيعش الهوية ونحافظ على حضارتنا وتاريخنا وسمعتنا الطيبة اللي كل أردني طلع فيها. يعني الحمد لله رب العالمين اللي بيفتخر فيه أنه سمعة الأردني لهون. الأردني بيمتاز بشغلتين وين ما راح، الأردني كريم بطبعه ونخوجي وعنده عزة نفس، في أوجه مشرفة، أطباء ما شاء الله رؤساء أقسام في مستشفيات ألمانية، عندنا مهندسين قادرين على شركات كبيرة ألمانية، عندنا مدراء في البنوك اللي هم خلصوا اقتصاد وإدارة مالية. يعني بتلاحظ الحمد لله رب العالمين بالجالية الأردنية عندك ناس كثيرين جدا مميزين بهذا العطاء. يعني عقدنا عدة جلسات وكرمنا من سعادة السفير الأردني في تركيا وسعادة السفير الأردني في النمسا، وتكرمت من سعادة السفير الأردني في فرانكفورت هنا بإنشاء الجالية الأردنية، تكرمت من قيادة الخدمات الطبية بجلب الأطباء لهنا، تكرمت من عدة أمراء وضيوف زارونا وصار حفاوة استقبال وقدمنا لهم خدمات الكلية، تكرمت من سعادة الشيخ القاسمي بالشارقة بزيارة وفد طبي لهناك. لله رب العالمين اشتياقنا للأردن اشتياق تصاعدي بيزيد ما بينقص، لأنه عشق الأردن فينا خلق فينا وتربينا عليه. نيفين عز الدين فنانة أردنية، بدأت مشواري الفني بال2000، وكانت بداياتي بالجرائد الأردنية، كنت أبدأ أرسم جنب خواطر الشعر بالأبيض والأسود، لسه كان بالحبر وقتها. درست جرافيك ديزاين من جامعة عمان الأهلية،
كان نشاطي أكثر بهذاك الوقت، تركيزي كان أعمال لسه يعني بالحبر. أول ما بديت قعدت فترة طويلة أرسم أبيض وأسود، أخذت وقت طويل لانتقلت هاي النقلة النوعية من الأسود للألوان. بعدين بالجامعة كملت برضو بالمجال الفني، لكن كان الدراسة بتاخد وقت أكبر يعني. بعدين بديت يعني بالألفين وأربعة كان بداية تقريباً، خلص أنهيت عملي بالجرائد الأردنية بالرسم. 2005 كان إلي مشاركة جماعية كانت تحت رعاية أمانة عمان، وبعديها انضميت لرابطة الفنانين الأردنيين التشكيليين، وكان إلي برضو نشاط فني معهم، أقمت يعني عدة معارض معهم. بعدين اتجاهي خلص يعني يمكن شوي فتت بمشاركات أكثر بمحلات بتعرض للفن، يعني كنت مشاركة كثير فيهم، كان إلي وجود دائماً متواجدة كنت. بعدين انتقلت للعيشة في دبي، فهون شوي بدأ النشاط الفني عندي أكثر من دولة الإمارات، فكان إلي مشاركة برضو، كان إلي معرض فني تحت رعاية الشيخ الهيان بجامعة زايد. أغلب الفنانين بتلاقيهم برسموا بعدة مدارس، لكن الفنان بيكون فيه نوع من الفن قريب عليه، يعني هو المقرب بالنسبة له. فمشان هيك أنا يمكن أخذت الموهبة هاي عن والدي الله يرحمه، هو كان فنان مهندس وكان يرسم يعني بكل أنواع الفنون بكل المدارس، بالمدرسة الانطباعية التجريدية بكل أنواع الفنون. لكن أنا شوي اتجهت يعني على فن أكثر مبسط، يعني بعتبر إنه فني مبسط أو عفوي، لكن فني شوي بعتمد على الشخوص، يعني دائما عندي أشخاص ومن جديد والرموز طبعا. هلا من جديد اضفت عليه انه نوع من انواع الطيور، لانه صار خلص كيف يعني انت سبحان الله الفنان بتعكس شيء داخلك على العمل الفني. هلا هذا اكثر شيء انه بحاول اني انا يعني اكون ضمن يعني كيف تيم معين اضلني برسم فيه لمرحله معينه، لكن بعد وقت بتضلك كل مرحله بتتغير. تقريباً اللي أنا بفصلهم أو بصممهم يعني هم كانوا بدايتهم أصلاً بدوا في الزمن القديم، يعني بدوا من زمان من سنة الثلاثينات أو هيك، يعني كانت الحياة عند الناس شوي فيها رفاهية أكثر لنقول، وكانوا الناس مبسطين، بس كان في طبقة معينة، يعني ما كان أي حدا يلبسهم، كان عند طبقة معينة يمكن البرجوازية شوي كانوا يلبسوهم وهيك. هلأ أنا لا، أنا أجيت من طريق تاني نهائياً، يعني أنا بس إجيت على دبي حسيت إنه الأجواء بدبي يعني شوي من ناحية الجو، يعني في أجواء رطوبة عالية، شوب عالي كتير، فأنت بتلاقي حالك بتاخد وقت كتير من وقتك إنه أنت بدك تعمل شعرك يعني. فبداية بديت ألف الحجابات على أساس إنه هيك أخفف من الأزمة شوي. بعدين بديت أبدأ بتصاميم مبسطة يعني، لبين ما وصلت لهاي المرحلة إنه هلأ بعتبر حالي إنه التربن صار جزء من شخصيتي، يعني صعب إنه تلاقيني إني أطلع، حتى صرت لما باجي بفرد شعري أو بطلع بحس في شيء ناقص إنه من شخصيتي في شيء مش ظابط، لا فلازم أرجع ألبسهم. وكملت بهذا المجال. هلأ هو بيعتبروه مش حجاب، هو يعني في ستات بحجابين بيلبسوه لكن بطريقة معينة، يعني لازم إحنا الحجاب له أصول وله قواعد، لكن الستات المحجبين بيلبسوه بطريقتهم، يعني كل حد التربن لازم يلحق شكل الوجه. هلأ كان لي تجربة حلوة مع وزارة الثقافة في الشارقة مع فنان الدكتور منصور الشامسي، حاولنا إنه إحنا نعمل مزج ما بين الشعر، لأنه أنا كتير بحب إنه الفنون دائما الفنون مشتركه، يعني دائما مصابها واحد. حاولت كثير انه احاول الحق النص الشعري شو بقول، يعني احاول هيك انسى خيالي شوي الخاص والحق هذا النص او الخواطر الشعريه او بيوت الشعر شو بتحكي، انه كيف انت اذا بدك تترجم النص الشعري بالاعمال الفنيه. فكثير طلعت تجربه حلوه الصراحه، شاركت ب 27 عمل فني كانوا كلهم مبنيين على نصوص معينه للدكتور منصور. طبعاً ولائي لعمان لأنه تربيت فيها وعشتيها فترة طويلة ودرست فيها، فكل مرحلة من حياتك بهاي البلد بتحس أنه أنت كان في لك نشاط عن جد أو فن أو شيء معين، أنت كان هو أساس هذا المكان أو أساس فنك حتى كمان.
يمكن أنا لأنه دراستي كانت فنون وبجامعة عمان الأهلية تصميم إعلانات وجرافيك ديزاين، يمكن حسيت أنه هاي الدراسة أثرت في أنه يمكن في تطور أكثر لأعمال الفنية، في نجاحي أكثر. بتضلك تحس أنه أنت لما تكون في بلد ولدت فيها وهيك أنت شخص حقيقي في هذا المكان، فحتى بتلاقي حتى طبيعة ألوانك بتختلف، طبيعة الشخوص ملامحها بتتغير يعني على حسب البلد اللي أنت فيها. يمكن بتلاقي في أنواع طيور بتلاقي أنه أنت خلص استوحاهم خيالك من وجودك أو عيشتك من طفولتك بالأردن. فيمكن أنا أكيد طبعاً كل المحبة وكل يعني أنا بفتخر أنه أنا طلعت من الأردن وكانت دراستي وحياتي هناك.